أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا الله يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم اللهم إنا نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الظنون والشكوك والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا على أمور الشريعة اللهم اجعلني عزيزا في أعين الناس وذليلا في عيني منصرنا على جميع الخلائق وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام وسخرت النار لسيدنا إبراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لسيدنا داود عليه السلام وسخرت الرياح والشياطين والجن والإنس لسيدنا سليمان عليه السلام وسخرت الملك والملكوت والعوالم كلها لسيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام ورحمة الله وبركاته وسخر لنا كل وزير وأمير ورعية وسخر لنا كل بر وفاسق وفاجر وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بحق كافها يا عين صاد فانصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين
واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرنا علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة وعافية في الدين ودنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا ومعينا وحاميا في حضرنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين 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 والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طه طس ميم حميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 دفعت بأمر الله تعالى كل بلاء وقضاء يجيء من هذه الجهات الستة تأمن بإذن الله تعالى من جميع الآفات والعاهات حميم حميم حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون ح
حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا آمين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سترة العرش مسلول علينا وعين الله ناظرة إلينا وبحول الله لا يقدر أحد علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.